أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من حرم على أهله المنتجات الدنماركية وقال من أكلها فهو منافق أو في توحيده خدش، وأخذ جميع ما عنده من هذه المواد الغذائية ورماها في القمامة، فما حكم فعله هذا؟ على كل حال احنا قلنا إذا أصدر ولي الأمر منع يلزمنا السمع والطاعة، لأن هذا من مصلحة الجميع. أما إذا لم يصدر من ولي الأمر شيء كل بهواه، لكن إهدار المال وإتلاف المال منهي عنه، يعني كونك تخرج اللي عندك وتتلفه هذا تضر نفسك، ما أنت بتضر بلجيكا، تضر نفسك. إنما إذا أردت ما تشري، إذا أردت أنك ما تشري هواك لا تشري، أما إن شيء عندك تروح تتلفه هذا أن تضر نفسك يا أخي، ما أنت بتضر بلجيكا. يفرحون، يمكن يفرحون بهذا. نعم، هذا من الحماقة. نعم.